لأول مرة منذ حوالي ربع قرن يخرج لبنان عن الإجماع العربي في الجامعة العربية ويأخذ موقف سوريا في جلستين متتاليتين لوزراء الخارجية العرب. كان لبنان عبر التاريخ يصيغ مواقفه بالتنسيق مع سوريا صحيح، ولكنه لم يخذل العرب أو يأخذ عكس إجماعهم مرة، وهذا ما حصل في 27 من آب الماضي خلال مناقشة الأزمة السورية، وتكرر عندما رفض أو تحفظ مع سوريا على البيان الصادر عن مجلس وزراء الخارجية والذي طالب وقف العنف في سوريا في 13 أيلول الجاري. هذه المواقف تصب ربما في سياق سياسة الحكومة ذات اللون الواحد، لكن هناك من يرى انعكاسات سلبية على لبنان جراءها. اللي عم بيصير هلا بالنسبة للموقف من ما يجري في سوريا هو انحياز كامل لموقف فئة من اللبنانيين اللي منحازة انحياز كامل لرواية النظام السوري عما يجري في سوريا. طبعا هذه مشكلة وما لها سابقة لك الحقيقة، يعني بأسوأ أيام الانقسام اللبناني ما كان يصير هيك، وهذا مش منيح مشان لبنان. ليه بدها تخلق مشكلة؟ ما بيقدر لبنان هيك ساعة ينقى بنفسه، ساعة يتنصل من اجتماع شارك فيه أو من بيان صدر بعلمه. لبنان أحد مؤسسي الجامعة العربية، كان دائما يساهم في صياغة المواقف التوافقية بين العرب عند الانقسامات الحادة، ولم يدخل يوما سياسة المحاور العربية. ولكن لم تفاجأ أو تستغرب مصادر دبلوماسية في الجامعة العربية بالموقف الأخير للبنان، وقالت لم يكن مستغرب للارتباط الوثيق بين السياسة الخارجية اللبنانية والسياسة الخارجية السورية في ظل حكومة ميقاتي وما تمر به سوريا. في اتفاق أنه لبنان ما بيدخل بشؤون داخلية لأي بلد عربي، سوريا وغير سوريا، لكن عدم التدخل لا يعني أنه لبنان بيتفرد بين دول عربية والعالم كله بأن يغمض عينيه عن أو يحجم عن الحد الأدنى المقبول بالإدانة الأخلاقية للعنف الذي يمارس بحق الشعب السوري. هل هذا يهز صورة يعني الدبلوماسية اللبنانية يلي من دون شك أنه الدبلوماسية من مصلحتها ومصلحة بلد صغير مثل لبنان أنه دبلوماسيته، صدقية دبلوماسيته وفعالية دبلوماسيته تتطلب من المدافعين عن وجهة النظر اللبنانية يرتفعوا شوي عن المواقف الفئوية الجهوية الحزبية المنحازة تبع الجهة اللي بينتموا لها أو الحكومة إذا كانت حكومة من طرف واحد كما هي حال حكومتنا. وتلفت المصادر الدبلوماسية العربية أنه يجب على لبنان ليس التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربية أخرى، ولكن عليها أن يتماشى مع المتغيرات في المنطقة ليبقى رائدا في دبلوماسيته.